نادي علي وخد بيدي واقبل عبدك ضيف. بسم الله الرحمن الرحيم. بحلى ما حج، بحلى ما حج بأحسن ما عندي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما هو حج عشان تطلع كده حجة بإحسان، ده أحسن ما يمكن. والحقيقة الحلو في البرنامج اللي احنا بنعمله السنة دي إن هو عبارة عن كده يعني خليط بين حاجتين، بنعمل إيه في العشر الأوائل لأن احنا مش موجودين في الحج، وبين حلم السنة الجاية نفسي أحج، وغزلين الاتنين في بعض بتوفيق من ربنا سبحانه وتعالى. الأيام دي يا جماعة الخير كله والبركة كلها والرزق كله، والله اللي فاهم كويس العائل يبقى في منتهى الوعي والتركيز في العشرة أيام دول، والله بركة السنة كلها بتتوزع في الأيام دي. سألوني أنا تجربة السنين، ياما أرزاق في حياتي حصلت بسبب الدعاء في العشرة أيام دول، ياما أي حاجات اتحسنت في حياتي كتير بسبب أن أنا أحسنت في العشرة أيام دول تعبدا وأخلاقا ومساعدة ناس. وهو ربنا اللي قال كده، ربنا اللي قال في سورة الحج عن الأيام دي وليشهدوا منافع لهم الخير في الأيام دي. ويذكروا اسم الله في أيام معلومات متحددة اللي هم العشرة، عشان كده قال معلومات، على ما رزقهم، جاب كلمة الرزق مع الذكر في هذه الأيام، تعبدوني في الأيام دي الرزق كتير. أنا عايش ببركة العشرة أيام دول، أنا بستناهم هم والعشرة الأواخر من رمضان وموت نفسي. عارف لو كنت مكسل طول السنة بس اوعى العشرة أيام دول، منتهى الهمة. ودايما كل شوية الواحد يقول العشرة الأوائل من ذي الحجة، العشرة الأواخر من رمضان، لأن هم قريبين من بعض جدا. بس يجي سؤال حلو قوي، هو ليه ربنا خبى ليلة القدر وأعلن يوم عرفة؟ خبى دي بحكمة وأعلن دي بحكمة. خبى ليلة القدر احنا مش عارفين هي فين، عشان تتعلم التذلل إلى الله والتوسل إلى الله، وتفضل تطرق الأبواب وتلح على الأبواب وتقعد تقول يا رب اقبلني، يا رب استجب دعائي، يا رب اعتقني من النار. ده ليه خبى ليلة القدر؟ طب وليه أعلن يوم عرفة؟ عشان الأمل، عشان يزود أملك، عشان يزود حسن ظنك في ربنا. يا جماعة يوم عرف الساعة كذا يوم كذا، خلص الكلام. ليلة القدر بنقعد ندور عليها في العشر أيام، العشر أيام عشان تقعد تطلع أحسن ما عندك، بتدور على ليلة القدر وإعلان يوم عرفة والعشر الأوائل من ذي الحجة. شوف قالك إيه، أياما معلومات. ليه؟ عشان تطلع أحسن ما عندك وانت عندك يقين. هناك بتطلع أحسن ما عندك بتدلل، وهنا بتطلع أحسن ما عندك بحسن ظن وأمل، طريقتين عشان قلبك يبقى فيه الحاجتين. خبى ليلة القدر عشان يزيد الشوق، وأعلن يوم عرفة عشان يزيد الحب لله. تشكر قوي يا رب. خبى ليلة القدر عشان تسلم لربنا، وأعلن يوم عرفة عشان تزود يقينك في ربنا. هو يوم كذا الساعة كذا يوم عرفة، اليوم ده أكيد يستجاب فيه الدعاء، اليوم ده وان زي ما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أكثر يوم تعتق فيه الرقاب يوم عرفة، ومعلن زي ما النبي بيقول خير الدعاء دعاء يوم عرفة. دعاءك يوم عرفة لو ربنا فتح عليك وقلت مستجاب يقينا هيحصل، بس امتى؟ في التوقيت الذي يريد، لا في التوقيت الذي تريد، لكن والله العظيم هيحصل. دعاء يوم عرفة لا يرد، حاجة الإخفاء لهدف والإعلان لهدف، وكأن ربنا سبحانه وتعالى بيربيك بطريقتين، طريقة الإخفاء لها هدف وطريقة الإعلان لا هدف. هنشد في العشر الأوائل من ذي الحجة ونعبد ربنا بأحسن ما عندنا. هنطلع النبي كان بيعمل إيه في العشر الأوائل، عمال عيدها كل يوم. كان بيعمل سبع حاجات، السبع حاجات دول يصوم على قد ما يقدر في العشر الأوائل من ذي الحجة، صوم لك يوم أو يومين بس. طبعا يوم عرفة لازم تصومه لأنه بيكفر سنة ماضية وسنة قادمة، حد يسيب فرصة زي دي؟ اتنين، النبي كان بيعمل ايه؟ يقوم الليل يصلي ولو ركعتين بالليل كل يوم في العشر الأوائل. النبي كان بيعمل ايه؟ له ورد ذكر كتير، يقعد يسبح كتير، سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. النبي كان بيعمل إيه؟ الدعاء، يا موت نفسك دعاء، موت نفسك دعاء. احنا عمالين نقرب من يوم عرفة، دي أيام إجابة يا رب. ومن ضمن دعاك اوعى تنسى يا رب حج السنة الجاية. النبي كان بيعمل إيه؟ خمس حاجة، يكسر من الصدقات. النبي كان بيعمل إيه؟ يصل الأرحام في العشر الأوائل. آخر حاجة النبي كان بيعمل إيه؟ ياخد بإيد الناس لربنا، حبب الناس في العشر الأوائل. تبقى عمل لو عملت السبعة دول انت على سنة النبي بالظبط، انت في قمة الإحسان. ازاي تفوت السبعة دول في رمضان؟
ازاي تفوت السبعة دول في العشر الاوائل من ذي الحجة؟ طيب احنا واقفين فين دلوقتي؟ احنا عاملين غزلة ما بين العشر الاوائل وما بين الحج. انا كل يوم بحكي لكم احنا بنعمل ايه في الخطوات. فابتدينا من المدينة المنورة يومين، وبعدين امبارح ان احنا طالعين نعمل العمرة تمهيدا للحج. احنا النهاردة بقى موجودين في مكة بنعمل العمرة اللي هي تخلينا ندخل الحج يا مقرن يا متمتع. يعني ايه الفرق بين الاتنين؟ انت بتعمل العمرة لو فضلت لابس لبس الاحرام وما قلعتوش وما حلقتش تبقى اسمك مقرن، يعني اقرنت العمرة في الحج. ولو قلعت لبس الاحرام وحلقت وتيجي بقى يوم الحج تقوم لابس تاني لبس الاحرام يبقى اسمك متمتع. الاتنين صح والاتنين النبي صلى الله عليه وسلم عملهم. طب انت بتعمل ايه؟ انا شخصيا بعمل ايه؟ لا انا بحب افضل لابس لبس الاحرام ويديني كده روح، رغم انها مش سهله بس يديني روح كده من التسليم، انا عايز افضل لابس لبس الاحرام مبسوط بيه. طب احنا النهارده فين؟ احنا بقى وصلنا مكه بحلم حج زي ما النبي صلى الله عليه وسلم حج. تخيل معايا بقى احنا دلوقتي داخلين الى الكعبه. طبعا انا وانا بقول بحلم فعلا او شايف، لان انا لسه راجع من العمره وكان زي ما بقول لكم معايا شباب وبنات من سفراء الاحسان كانوا بيعملوا عمره معايا، فانا لسه راجع حاسس. صحيح ما حجتش السنه دي، ان شاء الله حج السنه الجايه ونحج مع بعض. وليه بحلم احج؟ يبقى ما نكونش مع بعض، لان النبي ما حجش لوحده، حج ومعاه ناس كتير. فتعالوا نحلم ونتمنى ونشتاق وندعي ان احنا نحج سوا السنه الجايه. طيب احنا فين دلوقتي؟ داخلين نعمل العمره. فاول ما بتعمل العمره اول ما بتخش، استنى استنى استنى، ها هنشوف الكعبه كامله؟ لا لسه ما شفناهاش كامله. اول ما تشوف الكعبه ليك دعوه مستجابه. اول ما تقف قدام الكعبه ايه الدعوه اللي هتدعي بيها؟ ولذلك واحنا داخلين العمره بنقوم واقفين على جنب كده ونبدا كده خمس دقائق، مش مستعجلين عايزين ندعي. فخمس دقائق قبل الطواف ندعي. يا ترى هتدعي تقول ايه؟ يا ترى ايه الدعوه المستجابه اللي اول ما تشوف الكعبه كامله نفسك تدعي بيها؟ في واحد دمه خفيف دايما يدعي ويقول اللهم اجعلني مستجاب الدعوه، يعني عشان ايه؟ يجيب كل اللي وراها بعد كده. شفت الكعبه؟ دعيت الدعوه الغاليه اللي نفسك فيها؟ يلا هندخل بقى نطوف. انت عارف انت فين؟ انت بتطوف بالكعبه والملائكه بتطوف بالبيت المعمور في السماء السبعه فوقيك في نفس المكان. انت متخيل المكان اللي انت فيه؟ انت في انقى واقدس مكان في الارض. يا ترى مين اقرب حد لربنا في اللي بيطوفوا الملايين اللي بيطوفوا؟ عارف مين اقربهم لربنا؟ اكثرهم تذللا وخشوعا وتسليما بين يدي الله، عشان كده لابسين كده. يا ترى انت؟ يا ترى انت منهم؟ فانت بتطوف سبع اشواط. انا نصيحتي ليك اوعى تمسك كتاب او ورقه تقرا منه، قول اللي في قلبك. وممكن تقسم السبع أشواط إزاي؟ الشوط الأولاني مثلا نبدأ باستغفار، إحنا عملنا كده في العمرة فعلا، يعني ده اللي عملناه، وكأنك بتغسل نفسك وبتتوب إلى الله قبل ما تبدأ. طيب الشوط الثاني لا إله إلا الله، وتبص على الكعبة كده وتملأ عينيك بالجلال، وكل ما قلبك حسها أكتر الله على الجمال أكتر. طيب ده الشوط الثاني. يلا الشوط الثالث، الحمد لله، الحمد لله إنه اختارك وجابك، في ملايين نفسهم يجوا مش عارفين يجوا، الحمد لله. طيب الشوط الرابع، يلا بقى نبدأ ندعي بقى. نفسك تقول إيه في الشوط الرابع؟ نفسي في الشوط الرابع، رتب بقى دعواتك. الشوط الرابع، الخامس، السادس، السابع، كل شوط ممكن تكون دعوة واحدة. ممكن شوط كامل الدعوة بالفتح، إن ربنا الفتاح يفتح عليك في حياتك ومشروعك وولادك. ممكن شوط الرزق والفلوس. بس يعني فين الاول؟ في شوط نسيناه، الفردوس الاعلى والجنه والعتق من النار، معقوله تسيب دي هي دي النجاه كلها؟ وبعدين شوط اهلك وعيلتك واصحابك، الله. ما تنساش في شوط من الاشواط تدعي ان ربنا يشغلك عنده ويستخدمك ويخليك تدل الناس عليه. سبع اشواط، حاجه جميله جدا. شفت الاحساس ممكن يبقى جاي؟ مالكش دعوه مين داس على رجل مين ومين خبطك ومين زق، انت مع الله، انت مش شايف اللي حواليك. انت كانك في خلوه مع الله رغم انك في وسط الملايين، مع الله واحده خاليا. لو عملتها كده هتلاقي الطواف رائع رائع رائع. وبعدين فجاه تقول ايه ده؟ خلص الطواف، انا ما لحقتش اخلص دعواتي. ده اللي حصل لنا، تصدقوا خلصت الطواف
يلا هنروح نصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم. يعني لو الكعبة كده هو وانت هنا هو، مقام إبراهيم في النص. فمقام سيدنا، يعني ايه مقام سيدنا إبراهيم؟ المكان اللي سيدنا إبراهيم فيه أثر أقدامه لما كان بيبني الكعبة. فهتلاقي كده قبة، القبة دي صغيرة فيها إزاز جوه أثر أقدام سيدنا إبراهيم، وانت بتصلي هنا يعني مش هتصلي في الناحية التانية، لا هتصلي في الحتة دي عشان يبقى مقام إبراهيم بينك وبين الكعبة. ليه انا بقى اشمعنى ليه اخلي كده؟ حقوق الملكيه. يعني حقوق الملكيه؟ مش سيدنا ابراهيم اللي بنى الكعبه؟ فربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا معنى رهيب جدا. ايه هو؟ محدش هيعمل خير الا لازم اشكره عليه. صلوا للكعبه وخلوا مقام ابراهيم بينكم وبين الكعبه، شكرا لابراهيم عليه السلام اللي بنى الكعبه. يا رب انت بتشكر سيدنا ابراهيم وبتفكرنا بيه عشان هو عمل لك خير، كأنك بتقول لنا وانتوا كمان محدش هيعمل لي حاجة حلوة إلا لازم أشكره عليها. الله، الحمد لله، ما أنت اللي موفقنا إن احنا نعملها وتشكرنا عليها. من أسمائه الحسنى الشكور سبحانه وتعالى. صليت الركعتين، ادعي فيهم وانت ساجد قوي قوي. خلصت الركعتين، يلا نروح على زمزم. وزمزم مش مجرد واحد بيشرب مية بس، شوفوا سنة النبي جميلة جميلة جدا. ليه؟ خلى زمزم اللي هو راحة وشرب مية بين الطواف وبين السعي، لأن الاتنين أحيانا متعبين. فداك يعني حتى سنة النبي فيها حتة راحة في النص، ما خلاش زمزم في الآخر. تشرب زمزم بس مش أي شرب، زمزم لما شربت لها. تشرب زمزم بنية إيه؟ الإمام الشافعي كان بيقول أشرب زمزم لتعلم العلم، شربنا زمزم لتعلم العلم فتعلمناه. هو بيقول كده، ولو كنا شربناها للتقوى لكان خيرا لنا. يا سلام، قال يعني الإمام الشافعي مش تقي، فبيقول أنا شربتها لنية تعلم العلم. عمر بن الخطاب كان يشرب زمزم ويقول أشربها لعطش يوم القيامة. ممكن تشربها أن ربنا يشفيك من مرض، ممكن تشربها أن ربنا يفتح عليك في مشروع. شربت مية زمزم، يلا على السعي. وممكن تشربها لأكتر من نية، خلصت يلا السعي بين الصفا والمروة. والسعي بين الصفا والمروة طعمه جميل جدا لو فهمته. هو 3.5 كيلو رايح جاي رايح جاي رايح جاي. على فكرة بنكون تعبنا فعلا، والستات بتتعب قوي. بس ايه فكرته؟ له معنى روحي ومعنى حياتي. المعنى الروحي، عارف اللي عمال رايح جاي على باب الملك يقول له سامحتني ولا لا؟ الملك سبحانه وتعالى عفيت عني، طبعا طبعا انا مش همشي، انا راجع تاني، اعفو عني بقى، اعفو عني بقى. ده المعنى الروحي. طب والمعنى الحياتي؟ اسمه السعي. اسم اللي احنا بنعمله مش اسم عبادي، ما الاسم ايه؟ حياتي. اسعى اسعى زي ما هاجر سعت وهي مش شايفة مية، قامت المية طلعت من الناحية التانية. انت عليك تسعى والرزق يجيلك من عند ربنا. هاجر راحت جات 7 أشواط. اتعلم كده لما ترجع بلدك تعرف ايه ده، ربنا بيعلمنا الدنيا واحنا بنعمل عمرة. ايه يا رب التربية الجميلة دي؟ سعيت بين الصفا والمروة. أقول إيه وأنا بسعى؟ زي الأشواط بتاعت العمرة، شوط دعاء، شوط استغفار، شوط الحمد لله، شوط لا إله إلا الله. ممكن تخلي 7 أشواط دعوة واحدة لو أنت هتموت عليها. خلصت وصلنا، يا إما هتحلق شعرك تبقى متمتع لغاية الحج، يا إما هتسيب شعرك زي ما هو تفضل بلبس الإحرام تبقى مقرن العمرة بالحج. بحلم حج الحجة دي اللي أنا قلته ده زي النبي بالملي. دي سنة النبي بالملي بالملي، يعني بإحسان بإحسان، يعني ده جبت أحسن ما عندك فعلا. حج بإحسان يا رب. نحج السنة الجاية كده، حج مع بعض كده. طبعا بكرة بقى هم أقول لكم دخلنا في اللي بعده. يعني أنا ماشي معاكم كأني بوصف العمرة والحج، بس رابطها في العشر الأوائل من دي الحجة، لأن لو عبدناه هنا زي سنة النبي هيمن علينا بحجة زي حجة النبي.